المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي أتمنى أن يكون كما تعودنا وقفة، نظرة، مراجعة، دفع لعدم اليأس. لأن الناس أما بتشوف الواقع بتحبط، وعلينا ان احنا نغير جزء من الواقع، اما ان احنا نفهم هو ليه كده، ولادنا وصلوا لكده ليه، وبابا وماما وصلوا لكده ازاي، ونحاول نصلح. انا مش مع بعض الناس اللي ممكن يصدروا أحكام نهائية على الأشخاص، خصوصا لو كانوا أولادنا، وخصوصا وإحنا شغالين معاهم. لأن إذا كان الزرع، أما بتطلع الزرعة كده هفتانة، بسمد الأرض، بدي كيماوي، بدي تغذية زيادة، بعدل نظام الري، بتبتدي الزرعة تتعدل وتقوى وتقف على رجليها ويطلع منها حاجة. لكن فكرة إن البني آدم يبص لحياته انه كل شيء انتهى، ولادي مش زي ما انا متصورة، واللي تعبت فيه ما جابش اي نتيجة، وكله ما حصل بعضه، ده ما يجيبش حصاد، ده حد عاوز يتألم ويحس بضعف. يعني ايه الكلام ده؟ هو كلام ملخبط شويه. يعني فكره الحصاد ان احنا نحصد اللي بنزرعه، فكره ان انا اعمل اللي عليا، اللي مطلوب مني، اللي محتاجه عيلي عشان يبقى عنده انتماء او عنده حب او عنده تعاون او عنده رغبة. وحاول قدر المستطاع ان انا اغرس فيه كل ده. عملت اللي عليا وقمت بدوري واتممت ما عليا. نفسي اشوف ان ابني يكون بيحبني، بيتعاون معايا، بيتفاعل معايا، بياخد ويدي معايا، بيحبني، قريب مني. لكن لو وجدنا عكس كده، هما احد احتمالين. احتمال ان يكون قدرا من عند ربنا سبحانه وتعالى وابتلاء انت مصابة بيه او مصاب بيه، او عوامل تانية ممكن تهد اللي احنا بنبنيها. مع مرور العمر والسن تلاحظوا ان اختيارات اولادنا في حياتهم ممكن ما بتعجبناش، وطريقة حياتهم ما بتعجبناش، والستايل بتاع حياتهم ما بيعجبناش. اما نبقى قاعدين كأسرة نلاقي تعليقات من الكبار للصغيرين ايا ما كان العمر بقى، لان الصغيرين دول ممكن تكونوا امهات ومخلفين والجدود حاضرين،
تعليقات من الجدود على الأمهات والآباء قدام أولادهم. أما تيجي بأن أنت تختار حد أو تختار شغل أو تختار شيء، بابا وماما مش موافقين، بس هي مؤمنة بأن هو ده الصح، ده نتيجة لإيه؟ اختلاف وجهات النظر ده ليه؟ البشر ربنا ما خلقهمش زي بعض، والحمد لله شال عن صفاتنا النبوة والرسالة والملائكة، فبقينا بشر عاديين نخطئ ونصيب، شاطرين في حاجات ومش شاطرين في حاجات، بنحب حاجات وبنكره حاجات، حاجات قريبة مننا وحاجات بعيدة عنا، عندنا أفكار وقيم ومبادئ جوانا واللي حوالينا ممكن يكونوا حاجة تانية. هل الطبيعي إن المجتمع أما يبقى مش بيساعد في إنه أولادنا يتربوا على الانتماء نرمي كل الحمل على المجتمع؟ هل أما يبقى المجتمع مش بيساعد على الحياء مثلا أرمي كل التهم على المجتمع إن هو السبب؟ معنى كده إن أنا يوم ما ابني يغلط بسبب المجتمع، يوم ما ابني بيأثر يبقى تبع المجتمع، يوم ما ابني مش متفوق يبقى تبع المجتمع، ده قياس مش صح، ده قياس مش سليم. تخيلوا مع تغير المجتمعات وطوفان نوح والمشاكل الحاصلة في كتير من الأحيان في المجتمع الكبير اللي احنا عايشين فيه ده، ده مش العامل الوحيد اللي بيربي. اللي بيربي حاجتين، بنربي قلب وعقل. في كتير من الأولاد بيتربوا في بيئات مش مناسبة. يعني ايه مش مناسبة؟ أب وأم مش تمام. يعني ايه مش تمام؟ أب وأم بيولوجيين، يعني بابا اتجوز ماما فجابوا فلان، فإذ فجأة كده الزوج ده خد الأبوة والزوجة دي خدت الأمومة، وعادة لأن احنا مجتمع ما بيحبش يتعلم وبيستسهل إصدار أحكام بدل ما يتعب عشان يصلح، بيكبر البني آدم في الحالة دي، بس هي الحالة الوحيدة اللي ممكن تهد أولادنا ويبقوا عرضة لمشاكل كتيرة، يوم ما بابا ما بيبقاش مناسب وماما ما تبقاش مناسبة. هيبقى عندي انتماء ازاي؟ عندي امان ازاي لبابا وماما مش بيقدروا؟ كل ما بنقدم بيشوفوا الناقص، كل ما بعمل 9 أعشار الحاجات العشر ده فين؟
يوم نعمل 20 حاجة وأثر في حاجة، الحاجة دي انتوا أثرتوا فيها ليه؟ ده يخلي الواحد يتخنق، ده يخلي الواحد يحس مهما عمل مجهود لن يسترضى الأب ولن تسترضى الأم. وعلى ذلك فقس، أم مع أب شايفة السلبيات وعلى أقل حاجة بينفعله، وشايفة إن اللي قدام بيقدمش أي حاجة وبتنتقد فيه عمال على بطال. هيبقى فين الأولاد؟ يبقى في أمان. الأمان معناه إن إحنا بنحاول نغير نفسنا على عكس الناس اللي بتعرفه. بمعنى لو رد فعل بابا تجاه موضوع من المواضيع كان مبالغ فيه، طفل وقع كوباية عنده 4 سنوات، بابا جعر نرفز مد ايده ضرب، ده مجرد كوبايه. وقلت لكم المثل ده قبل كده، لو ضيف كبير في السن وابني عنده 4 سنين، ابني لو وقع الكوبايه هبهدله، لكن لو الضيف وقع القهوه على السجاده السنين اللي ما حصلتش، وعلى الانتريه اللي احنا شايلين الغطا بتاعه عشان نستقبل الضيف، خد الشر وراح. بدل القهوة خير. أما يبقى في تناقض في ردود الأفعال بيبقى في إحساس بعدم الأمان. يوم ما أحس وأنا بعمل حاجة كويسة اللي قدامي بيستقبلها بطريقة سلبية، في إحساس بعدم الأمان. يوم ما بابا وماما بيتنرفزوا عمال على بطال من غير سبب وجيه، بيديني إحساس بعدم الأمان. يوم ما بابا وماما مش بيقدروا الأمور حق تقديرها، إحساس بعدم الأمان. بالظبط زي الفجل، أما أجيب حزمة فجل في البيت ويتقال لي تسلم إيديك، وممكن أجيب حاجة ما حصلتش ويتمسك الناقص فيها، أو نعلق عليها أو نتكلم عليها بطريقة سلبية. وصلت لكم الفكرة؟ عاوز أتكلم النهاردة على إزاي تربي وتحصد صح. أما ألاقي ابني بيسألش على بابا وماما، وأجي أقعد مع الولد وقول والدك والدتك والبر والمطلوب وتعبوا وسهروا، وابوك كان بيشتغل وبيوفر لك اللي يقدر عليه، فتلاقي رد فعل الولد يقول حاجة غريبة. هو فعلا ماما حملت وتعبت وجالها ألم الوضع وحطتني وسهرت عليا وكانت بتوجهني وبتتابعني، وبابا شغال طول النهار. لكن لو هنشوف الحسبة كده، يبقى العيال دي ما فيهاش خير والآباء والأمهات دول مبتلين. لكن اما يجي ولد يقول او شاب يقول انا بجد بابا وماما ابويا وامي، بس مش عارف ايه اللي البر اللي هقوله ده ولا حقيقه،
احنا كبرنا في بيت بابا مش بيحب ماما وماما مش بتحب بابا. لا كبرنا في بيت الاصعب بقى، ان ابويا ما بيحترمش امي وامي ما بتحترمش ابويا. ماما هي اللي حملتني ووضعتني ورضعتني وقفت جنبي وبتتابعني، لكن في المقابل الجو العام مفيش احترام بينهم. ام بتتكلم على الاب سلبا، اب بيتكلم على الام سلبا، ماما بتعمل حاجة بتنتقد، بابا بيعمل حاجة بينتقد، وبالتالي أنا كمان أي حاجة بعملها لازم تنتقد ويتشاف السلبي منها ما يتشافش الإيجابي. يوم ما بتعمل حاجة في المطبخ ما بتشكرش على المجهود بقدر ما بيتقال إن الأكل مش متظبط. يوم ما بتلبس حاجة كويسة ايه اللي انت عاملاه ده؟ الالوان دي فاقعة بالزيادتين. يوم ما بابا يختفي ماما تتكلم على سلبياته، يوم ما ماما تختفي بابا يتكلم على سلبياته، وبنكبر قدام اتنين ما بيحترموش بعض مش بيحبوا بعض، لان ممكن الحب ما يبقاش موجود بس في احترام. كبرنا على كده. كبرت دايما ان ماما بتسوق صورة بابا، بابا مش بتاع كلام كتير، عمر شغل يعني بيشتغلوا بس، ما كانش يعرف ان احنا بنقعد كتير مع ماما، فبنتأثر سلبا بنظرة ماما لبابا. وبابا ممكن يجي معصب وبنرفز يتنرفز فيأكد الصورة اللي ماما كانت بتقولها. ماما كانت بتستقطبنا وتبين انها اللي بتضحي، والاب شغال في صمت محدش حاسس بيه، في نفس الوقت اللي بابا بيشتغل ويوفر فلوس، وفي نفس الوقت اللي الام ما زالت بتعمل الغداء وما زالت بتغسل وما زالت بتراعي مذاكرتي. يوم ما كنت بغلط كانت ماما تجيب القديم والجديد ورد فعلها يبقى غير عادي وتحسسك بالذنب اكنك ضيعت عمرها لاقل حاجه او لاكبر حاجه. جو ما فيهوش احترام نهيك على عدم وجود حب، ما فيهوش تقدير، ما فيهوش معاني وقيم ومبادئ. أمي زي بقية الأمهات وأب زي بقية الأبهات بيحسبوها بالقرش والمليم، وشايفين إن الحياة الأمل فيها إن أنا يكون معايا قرشين، أو الهدف في الحياة إن يكون معايا فلوس، وإن اللي بيوصل هو اللي معاه، وإن السعادة بتبقى في القرشين اللي معاك، وإن إحنا خايبين وانا خايبة وانتو خايبين، انا لا حوشت ولا ابوك عمل حاجة، وطلعنا من الدنيا دي زي ما دخلنا. في نفس الوقت اللي بتوجه فيها اولادها، في نفس الوقت الا وتعبوا هتسأل عليهم وتروح للدكتور، في نفس الوقت اللي ممكن لو المدرسة استدعتها تروح. بنكبر على كده ان احنا قليلين، عشان ماديا احنا قليلين،
بنكبر على ان الاب ده اب عادي، اقل من العادي، كان عليه انه يعمل حاجات كتير وما عملش. نظرة اب وام بيبصوا ان الدنيا على حسب مين راكب ومين ماشي. وانا بكبر وبحاول ارضي امي بس ما مش بترضى، ارضي ابويا بس ابويا رد فعله عصبي، شايفين الناقص مش شايفين الايجابي. وفي ايه؟ ايه الغلط؟ امي والبر سيف مسلط، لازم ابرها، وما تحتاج حاجه مني هقدم لها. بس في نفس الوقت انا مرغمه ان انا اعيش في الجو ده، جو خلافي، قلة احترام، نظرة مادية بحتة للحياة، عدم وجود اقل معاني القيم في التعاملات، بالرغم ان بابا بيصلي وماما بتصلي. اشرب بقى. بالرغم ان في الصيام بيصوم. بالرغم ان بنعمل طعام. طب البذرة اللي هتحط في البيئة دي هتطلع ازاي؟ بضيف على كده ان انا عليا اكبر وبيكبروني عشان لازم تعوضنا، تعوض والدك ومجهوده، والدتك اللي تعبت ومجهودها في صورة مادية، تسهيلات أي ما كانت، وعليك انك تحاول ارضاء ناس مش راضين اصلا عن حياتهم ولا عن نفسهم. مطلوب منك انك انت تنصر مظلوم ظلم نفسه، مطلوب منك تصلح الكون، برغم ان بابا هو بابا وماما هي ماما اللي خلفتنا وحطتنا. فالشاب بيقول لي انا بستثقل ان انا ارفع السماعه اكلم ابي او امي، بشوف فيهم معاني قله الاحترام في مواقف كتيره جدا، بفتكر مواقف بينهم صغرتهم جدا، بشوف كلام وافعال تانية، بشوف انهم ما كبرناش في يوم من الايام، ما علموناش الناس ممكن تكون كبيرة بصفاتها وسماتها واسلوبها وطريقتها وتعاملاتها. لا، ده هي الناس بتبقى كبيرة بقرشها واللي معاها. معلمناش ان السعادة قاعدة بكيس فشار نتفرج فيه على حاجة بنحبها ونقعد نضحك ونهزر، حتى لو معيش فلوس الفشار هجيب شوية لب او ما اجيبش، بس قاعدين مع بعض بنضحك بنتكلم بنتناقش بهدوء من غير نقد مستمر، من غير تقريص، من غير تقليل، من غير ما احسس اللي قدامي ان انا ضيعت حياتي عشانكم. انتوا عارفين يا اولاد انا كملت مع ابوكوا ليه؟ عشان خاطركم. انا لو ام زي بقيه الامهات كنت سبت ابوكم واتجوزت ست سيده، بس انا كملت عشان خاطركم. شوفوا قد ايه الام دي مقهوره، مظلومه، حزنانه، مطلوب مني انا ان انا اعوضها كل الحزن ده
عطايا وتحمل واخد على دماغي، مفيش مانع ان مراتي تنتقد اشد الانتقادات وتعامل اسوأ التعاملات، مش عشان بفضل مراتي على والدتي، لا ده هي طابع الوالدة كده، فزي ما كانت بتتعامل معانا كأبناء بتتعامل مع زوجتي بنفس الطريقة. هي نفس الأم اللي كبر ولادها معاه، وده الأب اللي كبر ولادهم معاه. بابا ده تعب تعب، ماما دي تعبت تعبت، بابا ما مشوا في الدنيا كده في سكة غلط. فالشاب بيقول لي هو المفروض ان انا ادفع ثمن الغلط ده؟ يعني انا لو عملت صابعي العشرة شمع منقادة لأبي وأمي لمكانتهم الربانية اللي ربنا قال لنا نحافظ عليها، بيشوفوا ان الاضاءة ممكن ما تكونش قوية، بيشوفوا ان احنا مقصرين، بيشوفوا ان احنا مش مقدمين. يوم ما اتأخر في السؤال في يوم لازم يبقى في تحامل، مفيش عذر، مفيش اعذار، مفيش معلش وربنا يقوي، مفيش 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 مفيش. رفع السماعة عشان اكلمه بقى فيها صعوبة، ان ناخد الاولاد وزوجتي ليهم بقى فيها صعوبة. زوجتي بتستحمل عشان بابا وماما وعشان ترضيني، بس الاولاد الصغيرين الاحفاد هما بيشوفوا تيتا وجده بيتنحروا مع بعض او بيتكلموا مع بعض، مش بعدم حب، بقلة احترام. قيم الامان، قيم المبادئ، قيم الانتماء، من هنا تيجي اللحظة اللي تحس ان ابني بيهرب. امتى الواحد بيهرب؟ بيعرفش واجب او بيدور على مكسب؟ فتلاقي البنوتة اللي تربت في بيت زي ده تكفر بكل القيم والمبادئ والاعراف، لان لو الحياة بالمنظر ده بالخلطة دي باللغواصة دي صلاة وصوم وشتايم. المفروض ومش المفروض وقلة احترام، نظرة مادية بحتة للحياة من غير وجود قيم ومبادئ. ايه القرف ده؟ العيشة دي هتخلي البنوتة والولد والولاد والبنات يكرهوا نفسهم، يكرهوا البيت، يدوروا على حتة تانية، وحيشوفوا اي حد تاني افضل، وهيسمعوا كلام اي حد تاني. المرة اللي فاتت اما اتكلمت على الزهراء اما كانت بتفتح مواقع الالحاد ما كانتش اصلا في دماغها الموضوع بقدر ما هي بتدور على شيء مختلف تستفز بيه بابا وماما، بالقطع بابا وماما دول. عشان كده بنلاقي اولاد انا عاوز اشيل الطرحه، انا الطرحه خانقاني، وبنات عندهم 17 و16 ونفتكر ان الموضوع ديني، رفض فكرة الحجاب او رفض فكرة التدين بقدر
ما إذا كانت القواعد والقيم طلعت لي بابا وماما بالمنظر ده وأنا كبرت في الجو المريض ده، يبقى أي قواعد وقوانين كان بابا ماشي عليها كانت غلط مش صح. ما هي القاعدة السليمة بتؤدي لنتيجة كويسة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو مش هتنهى يبقى الكلام ده مش صح، بالرغم ان القرآن يتلى، لكن احنا بناخده من بابا وبناخده من ماما فبنتلخبط. الناس اللي الاصل فيهم يعلمونا بيكرهونا في الشيء، الاصل فينا يحببونا بيبعدونا. البر محتاج حاجتين، البر محتاج حاجتين، ان انا اؤمن ان المنهج بتاعنا سليم، وان سلوك بابا وماما قويم. والسلوك بتاع بابا وماما مش ان بيدوا فلوس، مش بيصرفوا اخر ما عندهم، مش بابا مبعزق حياته علينا، بيعلمني ان السعادة ممكن في قعدة صغيرة ما تكلفش ولا مليم، وناس ممكن يعيشوا في قصور وما يبقوا سعداء. ان لمة الاسرة اهم كتير جدا من تفرقها، فاذا كان طريقة كلام ماما او بابا هتفرقنا هيعدلوا اسلوبهم وسلوكهم وطريقتهم. إذا كان الأعداد بتاعتنا بتنتهي بخلاف بين بابا وماما، فبابا وماما هيظبطوا نفسهم إن ما يحصلش خلاف قدامنا. إذا كان أولادنا حساسين فنظهر عواطف ومشاعر. إذا كان أولادنا عندهم حب للبيت ندعمه مش نكرهه. كان في أم خايبة كده، أنا آسف، خايبة أم جيدة جدا، طيبة جدا، حنينة جدا، قامت بدورها واستحملت وشافت مواقف عجيبة في حياتها، متناقضات ممكن تكون ما فهمتش جزء منها، لكن في الآخر قامت بدورها تجاه أولادها، تجاه زوجها، تجاه باباها، تجاه مامتها، تجاه كل الناس. ولأنها حنونة وعاطفية كان طول عمرها فاهمة ان اللي بيدي بحنو المفروض يلاقي حنو، اللي يدي بقلب لازم يلاقي قلوب حواليه، اللي يقف جنب حد محتاج لازم يتوقف جنبه لحظة الاحتياج، مش شرط مادي بلفظي. ان لما اسهل الحياه للناس، الناس اللي حواليا يسهلوا لي الحياه. يوم ما الناس بتقع بقف جنبهم، يبقى اما اقف جنبهم. ولانها مفتقده ده في اسرتها بتعوضه في اولادها. المشكلة في ايه؟ المشكلة في الام دي انها بتفكر بنفس الطريقة. التغيير طالما مبني على شخصين
لازم الإرادة للشخصين تكون موجودة. يمنى أنا أبقى بنوتة قريبة من أمي أو من أبي، أحمو عليهم وأقترب منهم وأحاول أضبط واستغرب سلوكهم واستغرب ردود أفعالهم وطريقتهم وتعاملاتهم وغيرها من الأمور. من المفترض أعرف إن أنا هقدم الشيء وللأسف مش هنتظر المقابل المعقول. يوم ما أم تعيشني على الإحساس بالذنب طول العمر ويكبر الإحساس بالذنب طول العمر وأقعد طول العمر أعوض الإحساس بالذنب ده، مش أنا اللي غلطت، أمي هي اللي غلطت. يوم ما حسستني إنها قدمت حياتها رخيصة بلا ثمن، يوم ما حسست إنها ضحت بحياتها عشاننا، لأن الأمهات اللي بيضحوا ما بيقولوش، الأب اللي بيقدم ما بيقولش، الأمهات اللي طحنت في الدنيا ما بتتكلمش، لأن اللي قدامي مش محتاج أقول له أنا تعبت لأنه حاسس بيا. الأم دي نيجي لها عندها دلوقتي حول تولد، هو أنا صح أما كنت بقدم وبتعامل بكل أريحية للي حواليا، واللي حواليا بيتعاملوا بطريقة غريبة؟ هل كان من المفترض إن أنا أشوف نفسي ما أشوفش غيري؟ هل من المفترض إن القيم والمبادئ من الإخلاص والحب والعطاء ما كنتش قدمتها واحتفظت بيها؟ كان ده هيبقى أحسن، بمعنى عملت خير في حد والحد ده رد فعله مش مناسب، أو رد لي الخير ده شر، أو وقفت جنبه وما وقفش جنبي. هو ده موقف الأمهات الحقيقي، بتقدم من غير ما تنتظر مقابل. الأم دي عملت كتير قوي، لكن أقل شيء بابا وماما يزعلوا. يوم ما تبقاش مقصرة تتهم بالتقصير، ويوم ما تجيب كتير تنتقد بأنها جابت كتير، ويوم ما تحب تربي أولادها صح العلماء بابا وماما يعدلوا عليها، يوم ما تقول إن الدنيا المفروض يبقى فيها خير ما تلاقيش الخير، فهي زعلانة حزينة غضبانة، قررت إنها تشوف مصلحتها. مصلحتي فين؟ وعملها. أنا مش لعبة مع الناس دول. رسالتي للأم دي حاجة واحدة بس، الحاجة الوحيدة اللي تريح الضمائر والنفسية تبقى مستقرة، إن البني آدم يكون عمل اللي عليه، أما النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا ما بنختارش بابا وماما. ما بنختارهمش. وبالتالي سيدنا إبراهيم عم آزر، بالرغم إن سيدنا إبراهيم قريب من الله، عم آزر كان بعيد. سيدنا نوح نبي من الأنبياء، ابنه غرق في اليم، وبالتالي ما بنملكش حاجات. لكن رسالتي للأم إنك ما تكفريش باللي قدمتيه. أنا قمت بدوري ويكفيني شرف إني أديت اللي عليا، مش مهم ما أنتصر أو أنهزم، لكن فعلا المحيطين
هقدم لهم اللي مطلوب، بس مش شرط ان انا انتظر رد فعل من اللي قدامي. هقوم بدوري قدر المستطاع لان هتسئل يوم القيامه عنه، لكن في نفس الوقت التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الحصاد مش بيعتمد بس على التربة، البذر اللي بتترمي، بيعتمد على المناخ، مناسب ولا مش مناسب، بيعتمد برضو على التربة إذا كانت مناسبة ولا مش مناسبة، السماد مناسب ولا مش مناسب، طريقة السقاية هل هي بالتنقيط ولا بالغمر. التربية كمان بتعتمد على كده، بر أولادنا لينا بيعتمد على كده، مش بيعتمد على انك انت حملتي ووضعتي وسهرتي وبس وانت اشتغلت كاب، بيعتمد على الجو العام، السلوك العام، المبادئ العام، اللحمة اللي بينكم، الاحترام اللي موجود، التقدير اللي موجود. لو ده كله مش موجود، دور الرعاية بتأكل وتشرب وبتخرج ناس وبتخرجوا من الجامعة. نعرف ان النهاردة انا الفكرة صعبة شوية، بس انا فعلا كانت صعبة علي، عسى انها تكون وصلت لكم بان التربية جو عام ومعتقدات وطرق، مش فلوس بتصرف، مش عطاءات بتتقدم وبس، لازم يكون معاها ده. زي ما بربي بقرش حلال ممنوع القرش الحرام، قاعدة عشان يبقى في بركة في أولادنا. أشوفكم في يوم الخميس الجاي إن شاء الله الساعة 7 توقيت القاهرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.